مساء الخير عليكم. صافي لونتون ما درتش فيديو صح دونك. معنا سي يزيد، مرحبا. الله يسلمك، شرفنا. الله بون، انا عرفته وما عرفنيش، سي نورمال، سي تو طافي نورمال. لا لا بالعكس بالعكس، احنا صافي لونتون ما شفناكش، نتبعوك في ان بي سي. الله يعيشك الله يعيشك، سي نورمال. توت الجيريان لا جينيراسيون ديالي جو بونس بلي لو ديفوار تاعو يتبع، يعني بارك الله فيك، اللي كبر معاهم ترعرع معاهم في الرياضه. بارك الله فيك. سي يزيد، حبيت نسقسيك. تفضل. مرحبا بك في ميغاكار. الله يسعدك. ماذا بينا تعطينا يعني نظره، يعني السونساسيون تاعك كي جيت نشوفك، جيت اون فامي، ماذا بيا تعطينا يعني شوف انا نقول يعني اليوم هذا كيفاش. انا نقول لك بارك الله فيكم انتم اولا، تدخلوا الفرحه، وثاني تاع سياقه السياره هذه الاطفال الصغار تدخل في قلوبهم بهجه واحساس يختلف تماما عن اي شيء اخر تروح تديه يلعب كره قدم. انا شيء هنا حبيت نشكركم انه انتم تدخلوا الفرحه للاطفال ولينا كذلك. انا صراحه نشوف السواقه، انا جديد، انا ما عنديش برمي، انا غير كيما كنت برمي ثاني مازالني شويه خايف. حبيت نشكركم على هذا المحل ونتمنى لكم ان شاء الله تحافظوا عليه، وكما قال من نجاح الى نجاح ان شاء الله. فيك شرف لينا بزاف، تشرف والله. صدقني حنايا نحبوك في الله، يعني سبحان الله. واحد عرفك وانا كذلك، وانا كذلك، انا جيت والله العظيم الاولاد فرحنا لك، شفناك انا بيرسونيل مون، فرحت لك. الله يعيشك يا خويا، باسكو اوني لا ميم جينيراسيون. مي واش هي شويه صغير معنا. لا لا والله والو، احنا دوك لا نوفيل جينيراسيون هذه ماذا بيا يعرفوا يعني يزيد اون الجيري في الجزائر، يعني بكري ما مقتوش يعني بزاف، يعني كنا 15 واحد على مستوى الجزائر، يعني كل 17 يقودهم الاستاذ بن يوسف وهديه والحبيب بن علي ودريس دقيق وبشيري محرز والزملاء، يعني الحمد لله خدمنا مع هذا العمالقه وسنحت لنا الفرصه انه نمشوا. انا ما غيرت صراحه، رحت لان بي سي وبقيت في الان بي سي، لكن مره على مره نكون متواجد مع نخبة من المعلقين والمقدمين في اتحاد الاذاعه الدول العربيه في مصر في الاولمبياد. يا اخي واش نقول لك يا اخي، راح نحبوا الرياضه. انا انسان تربيت في الرياضه، درست رياضه، لعبت رياضه، لعبت كره يد، لعبت كره قدم، درست جمباز، يعني شايف الرياضه اللي يحبها ما يقدرش يكون وفي لشيء اخر، لانه هي تبعث كما كنت نقول لك في البدايه الفرحه والسرور في قلوب الاطفال والكبار كذلك. هذا الشيء اللي حبيت نقول لك. يا سيدي يعطيك الصحه، بارك الله فيك، وتبعونا يعني تزيدوا تشوفوا دوطر فيديو تاع يزيد، راح يكون ان شاء الله معنا ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه، ابيانتو. بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله فيك.